رؤيتك يعني في عملك الصحفي؟ اذا الحديث عن الصحافه الموريتانيه حديث طبعا ذو الشوشون، لان نعود الى هنا نرجع للمداخلات اللي سمعنا كامله. نجبر قاعد اللي كان قاعد معانا ويتكلم هو الصحافه، لا اللي ناشط بجهه معينه ويتحدث من 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 مكانته وانتمائه لذيك المجموعه، والله مولي كان يتكلم من انتمائه السياسي، وبالتالي الصحافه منه بريئه، براءه الذئب من دم يوسف، لاننا نحن الصحافه ولسنا قضاة. احنا سمعنا افلام بهرتنا ما عرفنا كان متطرف والله ما هي متطرفه، احنا ما يفكر عنا بالنيابه. احنا صحافه ويجب علينا نعرفه، وعندنا من الادله وعندنا من الحقائق اللي نعرفه كان افلام متطرفه والله ما هي متطرفه. اذا قال نظام معين عنها متطرفه، اذا ما يش على متطرفه عندنا يقعد ما عندنا الادله والبراهين. واذا قال مولي عنها ما هي متطرفه ونعرفه احنا وعندنا الادله والبراهين اللي عنها متطرفه، يا ريتنا نعرفه عنها متطرفه، اذا احنا ما يفكر عنها بالنيابه. هذه نقطه. هذا الكلام قيل خارج هذا السياق، هذا من ناحيه المهنيه. النظام هو اللي اربكها دكتور، هذا من ناحيه المهنيه. انا نتكلم من عموميات، انا نتكلم عن نقاط وتوقف جلسه وانا حاضر لها، ما نقدر نتحدث عن منكب برزخي. وبالتالي ايراء، حضره ايراء في الحديث، حضره افلام، حضره المعارضه، حضره احنا هون جاي نناقش واقع الصحافه، يلا نناقشوا بعد قاع واقعنا احنا، احنا ما حدنا نربطه قد حالنا، الناس نربطه قد حالنا، نناقشوا احنا واقعنا احنا اللي نعيشه ونرجعوا لهذا الواقع ونعرفوا الخلل منين. يا كانها من الكفاءات، يا كانها من الحريات اللي اعطت لنا، ويا كانها من النقابات والروابط اللي تتكلم باسم الصحافه. اذا الاشكال في منين؟ انا لا ينجذر لهذه النقطه. النقطه الاولى، انا لا نقول على ان هذه الروابط وهذه النقابات، والله بعد النقابه اللي انا جزء منها وعضو في المكتب التنفيذي، نقول على انها للاسف مكتبها التنفيذي الحالي ما يمثل الصحافه بكل صراحه. وفي تكتبتها ومستعد نقولها ومستعد نقولها مره ثانيه، لانها قناعه بالنسبه لي، لانها قناعه بالنسبه لي اللي ما عنده الكلام، قناعه بالنسبه لي، هذه قناعه بالنسبه لي. وفي تكتبتها وفي تلقتها ورانا كذي عضو مكتبها النقابي ومنتخب، يا اخي ما تعيط لي الا ضرك والناس زايده. احنا لماذا ما يعيط؟ استقيل يا اخي. لا لن استقيل، اترك لهم المجال. قل هؤلاء إذا هذه نقطة أستاذ. بالنسبة للتكوين، التكوين ما يقد يخلق بالنسبة للصحفيين الشباب. احنا الأسبوع قبل الماضي كانت في دورة تكوينية للصحافة في مجال السمع البصري، مجيوب لكتاب المقالات، كتاب المقالات شيء ينفع في الفضاء السمعي البصري وكتابة التقارير والتحقيقات الصحفية وإعداد التقارير وإعداد البرامج، ما لها مماطلة، ما لها كذوبة. هذه مال ورقاش لا تفتح له فرصه للتكوين، اياك يمشي ويقعد في الخيام. ايش لا يفيد به تلفزيون والله اذاعه معينه؟ هذا نتاج للجهويه الصح حق اللي مش جذره في مشاربنا، والقبيله والانتماء، ومثلا قرابتك مع فلان والله علان. وبالتالي هذه الاشكاليه ردنا نرجعوا ونعيدوا صياغتها. اذا لين تلاقوا نرجع لنقاباتنا نجبروها ما تمثل الصحفيين. هذه واحدة. المسألة الثانية، الموارد المالية، طالب الموارد المالية، موارد مالية لا يعدل بيمشي. يعدل بها الإعلام يا أخي، ما يعدل ما بالفضل. يا غير يعدل للمؤسسات الإعلامية، ما يعدل للروابط النقابات، هم ايش لا يعدلوا به؟ إذا يا الله المؤسسات الإعلامية تندعم من مكانتها هي، إذا تندعم المؤسسات بشكل مباشر، لأن هذا نوع من التبشمارق للأسف اللي ورثناه. وأنا أتكلم كصحفي شاب، ورثنا ظاهرة التبشمارق من الأجيال اللي سبقتنا، وخاصة ما بعد التسعينيات. نقول وانا وعلى تمارسها وعلى مسؤولياتي. نقول وانا وعلى مسؤولياتي، اذا حقيقه واذا حقيقه قلت قال تركوا متفعرصين، قال دائما انا متفعرصين. نقول فاهمين وواعيين. اذا هذا الاعلام فاسد ما بين مخبر وجاسوس، والمهنيه بعيد منها. اذا فاهموا الا من رحم ربك وربك. يا اخي جاسوس معناها واقع، الادله موجوده والجواسيس ما يبعد منها. اذا احنا مجد تفاهم والحق الموجود الحقيقه وقال لا اعطم منه هو قاعد. انا ما انا بعد ما قلت اني من مجموعه معينه، لا قلت هون عني بضاعه لا حطاني لكم، هذا اطمن الكلام اللي قالهم. ثانيا انا لن نرجع لموريتانيا الاعماق، نرجع لاصالتي، انا من قبيله وبانتمائي غير بعد ما انشقت به وقتي صحفي، صحفي تفاهم وننشط في مجال القبيله في مجال الاجتماعي، ولا انبز نسب موريتاني، ولا انبز نسب باسم القبيله، ولا نحصل وهران فضاء، ولا نعود ناشط على اساس قبيله. معناها عنا يا لطنا نجذروا الامور، احنا لا نعود وطنيين
والله موريتانيا لا تفكك فوق روسنا. ثانيا انا ضد ومتناقض تماما مع هذه النظره التشاؤميه اللي اتجاه موريتانيا اليوم عنها بخطر. موريتانيا ما هي بخطر، اطلع في دار البروباغندا الاعلاميه ما في حد اليوم يشكل خطر على وحده موريتانيا، لا احزاب سياسيه ولا انظمه ولا حركات ناشطه. موريتانيا ستبقى كانت موجوده، وهذه الالعاب الموحول فيها والخطابات الرنانه والخطابات المتطرفه والتطرف يواجب التطرف، واذا تطرف حد اللي يقول كلمه يقول له حد قدها مرتين، والله هو حد فوق القانون، والله هو حد فوق اعتباره، والله مكانته الاجتماعيه ما قد يجاوب. دمشق الفيحاء قديمه عمرها الاف السنين، يعني قبل المدينة قبل روما، وغوطة دمشق الآن اللي كانت مفخرة لها لم تعد إلا رسوما. أستاذك عنده تداعيات ثانية. إذا الواقع نحن بعد الموريتاني اليوم ما يشكل هذا ظرك زخم لإعلامي. صحافتنا تعي تتناول بعض القضايا وخاصة في المواقع الإلكترونية بأساليب رديئة وركيكة، ولا تشعل الصحفي قاع يتفخر عنه صحافي. فاهم معناها عنا يا الله نعود واقعيين ونناقش قضايا الاعلام ونفهم قضايا السياسه اللي لاهي مثلا يوصل رساله لحد معين، واللي لاهي يلحلح لرقاش لا يلحلح باسم الصحافه. ايوه اخرى ايوه قول لي مصطفى. انا عندي مثل انا عندي ملاحظتين. الملاحظه الاولى اني زين انتقلني شوي بالملاحظه الاولى زين عندي اني ودو هناك جيلين من الصحافه، جيل دخل حقل التسعينات هو هون الليله من وحدين، وجيل دخل الحقل الاعلامي قد يعود 2014 وهون اللي من وحدين وضاح لنا من كلامه. وجيل في الطريق جايك وهذا مهم جدا، مهم جدا بانه لا خيو ما عندك كلام. مهم عندنا جدا التبادل هو مهم عندنا جدا. احنا في حق الاعلام عندنا مشكله اساسيه، ان نعانوا من مشكله عامه في البلد، الاداء المؤسسات كامله والخدمات كامله ادائهم عاد السنوات الاخيره العشر الاخيره ردي نتيجه للنظام رداءة النظام التربوي وهشاشه التكوين المهني، ومثلا انبهار الموريتاني بالتحصيل، الفضاء على تحصيل العلم وتحصيل المعرفه، وبزوغ القبليه والفئويه رجعوا مع المسلسل الديمقراطي، وعاد الموريتاني اللي متخرج من اوكسفورد يتخمم الابحاث يهلو بد منين مجد القبيله وابائها وكل هم اللي عندي بفئته عاد بهذا النوع، وهذا الضحيه ما عادت لا الصحافه وحدها عاد البلد كامل، البلد كامل لابد له من 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 من, من وعي جديد، لابد له من نظره جديده. ثانيا عندنا مشكله ضعف الدوله الموريتانيه. ما خالق شيء ما حد ما ما ما, ما نص عليه القانون. القانون نص على الصحفي منهم. القانون نص على الجريده شنو هي وعلى الموقع شنو، وهناك ماده مكلفه بالسهر على تطبيق القانون. عندك السلطه العليا وعندك القضاء، وهذا ما فيهم اللي قابل يطبق القانون. ومعنا الله قاعد يعياو يعيطونا ويقولوا لنا لان يهلتنا نعدلوا مجلس الرقابه ذاتيه بانهم خايفين من الاعلام نتيجه لان الحكومات في العالم الثالث ضعيفه تجاه الغرب بانه يستلف لها الفضاء وخويفه منه، ولا والمعتقدات اللي عند القرب وحقوق الانسان الديمقراطيه حريه التعبير روايه كبيره عندهم على ذلك القرب في بلد وما هم خاف شو عدل فيها اللي هي غوانتانامو فاتحه شكلا فيها الواقيش وهو يمشي طمان هاوك يكتب بهم الاطفال والنساء وهو يعدل اغتيالات بالطائرات بدون طيار، ومثلا ما هو محترم اي قيم ولا هو شيء والناس خايفه منه. اذا يالطنا نعرفوا على ان الاطار القانوني موجود يقال ما الدوله ما بيه تفعيله ما ما ما, ما لا تفعيله كاع كلمه ديماغوجيه ما بيوتوف ان القوانين اللي موجوده يطبقوا بهن هبات توقف على المؤسسات كامله وتعرف منها محترم دفاتر الشروط ثم التلفزات تعرف منها وقليل من يكون محترم دفاتر الشروط. خالق ثقافه عامه مالي تدفيهية وتخوينية وكل شيء ما هو شيء وكل حد يدخل منه الأصبع لا نذ. أنا نختار نقول الأخ أني أنا بعد شخصيا كنت رئيس تحرير أخبار نواكشوط من سنة 99 إلى 2006
96 تم كنت هو مديرها وهذا هو كان رئيس التحليل ودخل الحق الاعلامي كمحلل ونختار بعد نقول لكم انه نموذج في الكفاءه او نموذج في الصدق والاخلاص لا معروف مو حق رانيه تفضل قلت تبيش ماكن اخترنا شهد به اليوم انا البني عقب ذاك مشيت عنه مشيت عنه من 2006 وعدلت جريده خاصه بي هي سنتها الثامنه مواقعها الالكترونيه ثنتين و نشاطات التيار الانعتاقي برام انا صديق شخصي جيب داره ما مثلا ماني قابل حد يقبضوني ماني قابل حد يحتكروا عني بهن صديقي وكان نهار هذا مشيت بطول مشيت نعدل بهن كرسي ماني قابل حد يحتكروا بيني انا بيراني وهو دونك برام غريب ماني قابل حد يقدر يقلبوا مني نعرف اني الجرائد اللي عندي والمواقع اللي عندي اني قطيت بعض درت ايراع وهي طلعت لي 500 مقال عليه اني ما في يوم اللي مركب نقص من يقول لي حد متحدى انه يا اخي نختار نحن اللي معدين غرس شوابين ونتكلموا مع هذا الشباب والجيل الجديد نتكلموا معه باحترام ولا نستعلوا عليه ولا نعطوا له خير منه نختارهم اللي هو جازي بالاحسان لان يتكلم عن هذا الشباب الطاري يتكلم عنهم اللي بهدوء وباحترام فاهمينهم كيف انك الساعه بدانا كيف تمكننا ندخلوا الاصبع ونطير وننزلوا كل بيت غير عقبنا براينا وفشنا ذاك بدنا نتكلموا الناس وشكرا. سيد ايوا سيد مول الله نقول على الصحافه دور الموريتانيه ظهر لي على الصحافه فيها مرت بثلاث مراحل مرحله البدايه والنشاه كان دور فيها الصحافه كاع ما هو مطروح عليه ياسر نجهد لنشرة أخبار بسيطة والبلاغات وشذا كيفو جات المرحلة الثانية وكانت فيها المصادرة حاضرة وكان فيها المادة رقم 11 قاع هي حقيقة اللي تنظم ذا كامل عقب جات حرية الصحافة لين جات حرية الصحافة بعض من الصحفيين فهم الحرية في غير ذاك اللي يلا يفهمها له غالبية الصحفيين اللي موجودة غالبيتهم اللي أنا قايلة كاملين اللاشم الهوات واحدة منهم أذكية وعادوا خرصوا ذوك المهنيين ويتبعوهم في المسؤولية وفي الأخلاق وفي الولاء للوطن وعادوا شبه من ذا واحدة الصمشات بيهم هذه الحرية الزايدة إلين عادوا قاع خرجوا عن إطارهم عادوا يقولوا في ذاك اللي يبقوا يقولوا يتناولوا قسمون الشرايح أحراطين وبيضان ومعلمين وذاك كامل اللي يحلونهم كامل بدون تعود حاضرة هون الأخلاق ولا حاضرة المهنية ولا حاضر الولاء للوطن ولا حاضر المسؤولية وبدون أنهم يفكروا إذا شلاه يترتب عليه وإذا شن هي نتيجته بالنسبة لهم هما وإذا شلاه ينجر عنه الوطن يسوى حاضر ويسوى مستقبلا ويسوى آنيا هذه المهنيه اللي الحريه الزايده اللي قبضوا الهوات هذه مشات بهم شورشي كان في اوروبا في القرن السابع عشر اوروبا في القرن السابع عشر الا بدؤوا بذي الحاله ضحك يقير جبروا على انها هذه الحريه الزايده على انها خطيره جدا وعلى انها خطر على مجتمعهم وعلى تماسكه وفاو عنها وقبضناها نحن ما هم من حيث انتهوا هم من حيث بدؤوا ونحن في القرن الواحد والعشرين وفي دوله اسلاميه هاي ظهرك روايات كاملة ظهر لي لأنها لا يا الله مد تتلب ليد ترسي ليدها لقفاها فيها كي يقولوا البيضان ويقولوا هراني البيضان هون اللي نقولها نقول البيضان بمحتوياتهم كاملة البيضان والحراطين البيضان البيض والبيضان السمر هي هذه تشكيلة واحدة وذي هي ثقافتنا اللي انشأنا عليها وذي هي اللي عدنا بها حد قبلها ظهرك منحة آخر يدور يوظف سياسيا هم البيضان خالقين مسيكين مقهورين وخالقين جيعانين نسبة القناة فيهم 5% ذا اللي غني من البيضان شنهم اللي يقيس أدواب الصلاة ما ينقال لهم أدواب ينقال لهم القريات اللي فقيرة اللي تعبان اللي تريك أمام لابسين الزراوي اللي لين تعطيهم العالة ذا هم يتقاتلوا عليها كاملين يدور واحد منهم يربط العالة أنا قد شفت امرأة مشات بشي من العائلة اللي تعطيهم بشي من التركة في البوادي ولا البيضان عاد واحد منهم يقول له اربط انت ذي واحد ثاني يربطيك اياك مضيك ساعة رابطها والثاني ما رابطها هذا لاش نقولوا ذو مالهم يخلق البنك وذا نتيجة لنا احنا وجدنا نفسنا بواقع ما عدلنا هروسنا يجب ان نتعامل مع الواقع الصح اياك ما نورثوا ابطالنا اولادنا وراثنا شمل المعاناه اللي ما يعرفوا حقيقه بس حيل لا يحلوها وانا بعد نحمل مسؤوليتها للصحفي يا الصحفي اللي انت تتكلم عن ايراء يا الله تخلص شنو هي فائده الروايه علينا احنا وشنو هي فائدتها على ايراء هي الى راي اللي تقاتلتم على دميه كامله نتيجته شنو هي يكون الضرر على موريتاني قالوا على ان اللي قداك وقداه في بليده لا تخلي والله عشاك وعشاك في بليده لا تخليه يكبوا به الحقيقه لا تخسروها كاملين هذا هو اللي
التشنج والعصبيه وذا اللي تقبض رقاش اللي انا قبض لك انا واحده ثانيه مضاده فهم اللي نفس الشيء وذا الاتهامات ذا حقيقه لا ما يبني هذا يفسد وهذا يضيع وهذا ما يبني موريتانيا يلا مدة تجاوزوا يعني تعود في مرويات مطروحة تنطرح إلين تعود في مرويات يلا تناقش تناقش إلين تعود في إيش خبر يسوى وشنو يلا نتوخى من وراء إنه إيش يضر الخبر شنو فايد تعليانا كصحفي وشنو فايد تعلى بلدي يلا نفرقوا بين الوطن وبين محمد عبد العزيز هذه حكومة وماشية وزايدة وهذا وطن باقي ويلا تناولنا لهم خرصوا كأننا بتناولين الوطن والله متناولين الرئيس والله متناولين الحكومة اللي عندنا بشوفتنا على ذا ما نجي يقول وطن سبيل لنا نجربهم على كامل يلا تعود عندنا خياتي ثوابت وتعود عندنا خطوط حمراء وتعود عندنا أولويات وتعود عندنا مقدسات مستاوين فينا احنا كامل ما فينا حد تعود يلا هو اللي يسبق في النار ويبقى الثاني نحن فهم المدفع كاملين صحافتنا حقيقة المهم لا شفتكم كاملين تناولوا وقت الخلاء لا تناولوا معه الدورة هذه حول الواقع إن شاء الله تبارك ما تتقدر تقولي فوق ده إن شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بتكلم محمد المبارك ونختار بعد نوضح الواقع الإعلامي شوي رغم اني نقول نعود له نتكلم قدام ماده ما نجاتي نتكلم منها باللي مسؤوليته هي وشربت فيها اكثر منه وفيه بعض الدكاتره اللي نجاتي يمدون يرون الطريق باللي الصحفي والله الحق الاعلامي هو مرآه عاكس المجتمع توضح له حقائق وذي الحقائق اللي توصلها اللي يوصلها الاعلامي والمثقف اللي يرتعب لانه اللي يقدم الماده الاوليه ونين ودي الاعلامي في جلسه ويناقش بعض القضايا ولا يحاول إلا أنه يتحاشى أو يقيس حقيقة الأمور بيلي لين ودانا قاعد راضي إلا أني جاي الإعلام 2014 قال أنا لأنك والله خطواتك أنت بيلي تسبقتني الحق الإعلامي ذي نقطة ثانيا ما ذيك ذي الإعلام اللي لين حاولوا نخلقوا منه رواية جديدة ما كانت خارجة نحن أولاد موريتاني وتربية موريتاني يقال الإعلام عنده وجه خاص وعنده وجه عام للوجه الخاص فيه مد الناس كاملة ما هي صالحة فيه مدة تكتب تعدل الإعلام اللي للبناها واللي عدلها رواية زينة تكتب عنه منين تقول عنه نجم الدين واللي عدلها رواية ما هي زينة واللي تتقشرت فيه قد ما يقدر ينقبض عموميات وتنقبض به الناس كاملين قال الإعلاميين كاملين ما المنافين فيهم الناس الطيبة وهذا نعرف الإعلاميين ولاني محتاج لأني نشرح بالأشخاص نقول فلان والله زيد والله عمر نعرف الإعلاميين كانوا ما يعدل تظاهره والله تعدل حركه تعدل عيره والله يعدل الحر والله يعدل المعارضه والله تعدل الموالات تعدل نشاط ما قطاه قال يقول النشاط تغطيه النشاط رايحه قال انا لابد من اجبار قزوان هذه حقيقه ولا الجهل اجبار سوق قزوان وانا قلت انا ماني محدد حد انا ماني محدد انا ماني محدد حد ابو اذا تعرف معنا لا تستمر قول هذا المدى انا ماني مستعد لحدد حد قلت له قاع ما في شمال يشمال هذه ظاهره معروفه ما يقدر حد يقرر هذه ظاهره تشمير بها ماني محدد بها معروفه يعني منتشر وطول الجاوز العلايات عاد في هنا لا 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 واضح طول الجاوز طول الجاوز وقاعد رواية بيدي نحن في جلسه الواقع الاعلامي وعفاق المستقبل وذي الافاق المستقبليه والواقع الاعلامي باني ليها ياسر من الناس اعماله فلانه ليه يقبض ليه افكار جديده من ذو الاعلاميين فياك لانه يقضي بها المجتمع وتتطور قدراته. الاعلام الى عاد قاعد الاعلام موجه للدوله. اعطونا من الليله لان هذا الاعلام نوصل لهم اعلامي نوصل لهم افكار بان ذي الافكار اللي عندهم والمهنه واخلاقيات المهنه لانهم يتحلوا بها فياك لانهم يوصلوا الخبر الاعلامي بحقيقته بدون لانهم عندهم ميول على الدوله والله على المعارضه والله على ايران. بلي الاعلام اعلام يوصل الحقيقه ولا يوصل. ثانيا مليك نستقرب من الروايه شوي. في بعض يقول زياده الحريات العامه. زياده الحريه الاعلاميه والناس متخوفه منها. العالم الثالث اللي تلاوا ليه انخرصوا بعض الامور بان كثرة الحرية فيه ما هي قبال تقود يقول بعض المفكرين لأنها ما هي سليمة فيه. إذا قال بعد نحن من مخلفات ذي الحرية اللي يقرر بها المجتمع في العالم الثالث اللي عدل النظام أخلاق قدر من الإعلاميين من مزيته
ولا فيهم واحد بعد قط قليل منهم الا ما رحم ربك، والاتهام قاع ما يوجه الناس كامل، فيها الناس اللي تنقل الخبر صحيح وتنقل الخبر ما صحيح، كلها لين يقبل تمجيد للنظام والمبادرات اللي عدلت باسم القبائل ونقلت الوسائل الاعلاميه الرسميه وسائل بعض الوسائل الاعلاميه الخاصه، فمن بعض الوسائل الاعلاميه الخاصه ما نقلتها وتحفظت منها، وذي حاجه احترمها واحترم وجهه نظرها لانها كانت متحليه باخلاقيات المهنه واحترمت اخلاقيات المهنه. ذي ليتشوه صورتها الناس الاخرى اللي ما تحلات باخلاقيات المهنه. كذلك فمن بعض الاعلاميين اليوم يطبلوا ويقولوا الوحده الوطنيه مهده. الوحده الوطنيه مهده. نحاولوا لنا ننبهوا باللي نحن هم الاعلاميين واللي نكتبوا. نحاولوا ننبهوا الى خطورته، ولان ذي الناس اللي تكتب عنها على الاقل تكتب لها حقيقه موريتاني. ما ليتقبل شي مفبرك والله شيء جديد جايبته كانه تخيل على موريتاني. تنقل واقع الموريتاني، المعاصي المعاشه اللي عايشه الناس كامله تنقلها فياك لانها تتنجى من مصداقيه الخبر. هذا اللي نعدلوه، دورنا نتقدموا ونقطعوا خطوه الى العمل. ونعود وشاد علينا لان الاعلام، انا عندي موقع اعلامي والله صحفي ونكتب الله حسب مزاجي انا والله حسب ذاك الشخص اللي عدل لي قايه، اللي يهتموا في دوامه ولا اللي يتوفوا. لانه نحن ذي الاجيال اللي مازالت تطمح لانها تعدل الصحافه وتمشي تقيس الجوامع الدوليه وتخرج في الصحافه، اللي ترجع ام اللي ماشيه من موريتاني واللي تقبل ما تقبل الفكره منها، قايلين ترجع تصبح عندها فكره جديده بالنتاج الناس اللي لحقتها في الحقل الاعلامي. السلام عليكم. اوكي. انا نسيت الترتيبات. مازال ابن المعالي. الدور ابن المعالي. ابن المعالي. كلامي قال. قال. خلاص اقول انا اثني على كلام. اثني على كلام. قصر معنا الكلام قبل ما يبدا اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي نبدا من النقطه الاخيره اللي ذكرها اخي المتدخل، هو الخوف من الحريه الزائده. انا شاطر الراي ان الحريه ما هي اللي تخلع. يخلع كبت الحريه. وذا اللي يتخوش منه البعض ويقعد يتفهم ان الحريه الزائده تؤدي الفوضى، هي الى ان كبتت هذه الحريه تؤدي الانفجار. وانا اتصور انه مع مرور الوقت هذه الحريه قابله ان ترشد وان تعود مسؤوليه، غير لا يمكن ان اذا ارتفعت اصوات تقعد تعود تخلع على البعض تبرر ان عنا تعود كبت الحريه والله لا نقص منه، لا ينبغي. ويقدروا شي ظاهر لي انا انه متطرف مو لهوان انه متطرف. اما اللي نخلوا بلاد المساحه الاختلاف. يلا نترك. اكثر نعرف شوي. اكثر الحديث عن واقع الصحافه وتكلموا الكثيرين في النصف الفارغ من الكاس. نذكر ان الصحافه ما خلقت يا بسم الله ونفس البذل. هذا خلقت سابق الديمقراطيه. عرفوا موريتانيا الجميع، عرفوا شريدة تنقيط. 88 وخلقت 88 واخر الثمانينات وخلقت ذيك التعددية الصورية وخلقت الصحافة. وصارعت الصحافة هون للمصادرة. وصادر ذيك الساعة الشح حصل وسائل بالغ ما يكون يسوى في مصادر الأخبار ويسوى في التكوين، وصارعت الصحافة وكانت على المستوى. وكانت المنبر الوحيد للرأي الآخر أيا كان في هذا البلد. كوبي كولي كثر ما يخلي. ولا خارج الانترنت وعدل منها نسخ ولصق اللي هو كوبي كولي. ومنين خلقتهم محاولات انقلاب وطاردوا الانقلابيين؟ الصحافه المستقله هي اللي كانت موفره منبر يتكلموا منه. ومنين كانت الاذاعه مغلقه عن زعماء المعارضه؟ احمد داداه ومسعود بالخير وغيرهم. محمد مولود وجميل منصور. كانت الصحافه المستقله هي الفاتحه لهم صفحات يقولوا. وفي سبيل ذاك وصادرنا ودخلنا الاحباس. سجننا وتكركرنا. لا يبقى شيء ما عدلنا. انا هنا ما لنا خلاقه يامس. وان المهنه عندها لهم شيء يتباركوا معاها ولحقوا المرحله. غريب اني سمعت كلام بعض الشباب، هذا نفس الحديث كان يكسع نقول وانا في مرحله الشباب وثوره. وهذا هو النفس الثوري مهم جدا. ما يخلد يشد علينا احنا ذو ان بلغنا بالمهنه قاع مرحله الكمال وهي بعيد ما زالت من ذا. اللي ما نسمع ذا النفس الثوري اللي عند الشباب اليوم. غير نختار نطمئنهم انهم تراكمات اللي يسولوا عنها فيها ياسر ايجابي فيها شيء سلبي فعلا كيف قالوا. فيها ياسر ايجابي قاعدين يبنوا عليه وقاعدين يطلقوا منه. هون الصحافه اللي تكونت واللي قاست المؤسسات الكبرى واشتغلت فيها. انا بعدين نعلق شوي
المضيف وتوف رأي للرئيس العميد والزوين. أنا قد جات لي فترة شوي في الدوتشي في البور. ونعرف أني احتكيت بحدود 30 صحفي فيها 2 خريجين صحافة. باقي اقتصاديين مهندسين إلى غير. غير خريجين شيء بعد؟ طب لا واحد خريج هو تلزم المؤهلات يا غير وان تكون كاع عندك مؤهلات وخريج صحافه هذا رائع جدا مهم جدا غير ملي لا تكون خريج صحافه هذا لا يحول بينك مع هذا انا ظهر لي ماني ملي متوافق مع بعض الاخوه في الصوره السوداويه عن شيء وجهه الاعلام انا ماني فاقد عن خارج اذاعه هون والله التلفزه ما قد دخلوا فيها باقي زعيم المعارضة ما دخلها والله زعيم هيئة حقوقية على سبيل المثال الرئيس بيرام ما من إذاعة وتلفزيون لا قد تتكلم فيها وهذا حقه لا ما يقرر فيه هذا ما يقرر فيه هذا حقه المطلق ولا من نوع لي بالعكس هو اللي قد يقرر فيه نحن أنه قبل يجي الإذاعة تتكلم فيها غير ما هم موقف فئوي ولا هم موقف عنصري حسب بعد الظاهر يعني قد عود فهم ياسر من الأمور فايتتني هون تفاوت في الفهم خالق بعض الصحفيين قد عود فاهم عن أمور فيها خطر خالقين واحدين وأنا منهم ما ظاهر لي أن حد قال ذاك المولك عنده ذا خطر يقول قبال ذاك المولك عنده ويفتح له المجال ويقول ولا لا تحس ما قاله ترى يقول هو ينفس عن راسه ويقول ذا المولك ويقد عود الله يقول فيه شحد أنا كان فايتني والله فايت على ذاك والله على زيد والله لعمر أخيرا الخلاصة أن نخلو الحريات ولا ندعو لكبت الحريات ولا يلا حد يقعد في منبر جاء نتيجة للحريات ويقول يلا نقيد الحريات لا يا غير ندعو لترشيدها ولا هي ترشد وترشد إن شاء الله مع الزمن ولا هي ترشد لا منين ما تقيد لا منين ما تقيد لا لا بد من تقييد خالدين روايتين تقول تقيد بهم خطوط الحمراء يا كان عاون بهم خطاب العنصر أخي وزميلي المعتقدات الدينية يعني إنما تتحك خط أحمر عندك القانون الوحدة الوطنية هناك خطوط حمراء واضحة ولا بد من عود من بعد ما يتحك وما دون ذلك هو اللي ما يرتمتس ما دون ذلك مفتوح زميل إبراهيم القانون فهم الشيء القانون القانون احنا قاع ما عندنا خيار احترام القانون ما خلى حد قاعد القانون ما من داعين عن القانون ما خلى حد يطبقه ولا انا من الناس ما تقول لي تبي اللي ما هو محرم احنا ما احنا بلاجمين لا نحترمه لانه اللي ما هو محرم شكرا اوكي عندنا سيدة لا تتسوي زينب لا نجيك زينب ويا غير حالك نختم هذا النساء راهو غير جاي تهري جاي هو فات تكلم زينب ما تكلمت ما تكلمت ما فات تكلمت ما فات تكلمت ولا شنو عيا فات تكلمت كامل لا خايف من الفئويات ما تكلم فات تكلم فات تكلم هو ما هتكلم خليه. أنا بتكلم. لا لا ما تكلم. ما بتكلم. من يوم نغمس وكان تدور تكلم يصد عني. عرفت رأيي شو تكلم بقى. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. قال الحسن دراجي. قال الحسن دراجي. ولا نقول ما نقع خبير حتى في الإعلام. نقول حسب اللي معلومات اللي عندي منه. ما نقول عليه إنه يكون. عنده ياسر من السلبيات في بم إيجابيات وخوم غير من أكثر يسوع بعض الناس وجه نظري أنا سلبيات لا نقول إنه قضية ما يخص النظام وما يخص المعارضة والحركات الحركات بحر يخو عنهم شيء يدعوه في صالح أشخاص ولا في صالح قبائل ولا في صالح بيئة معينة وخارج ياسر ما اللي في صالح في أخرى ما هي وخذ في اللي مثال إني أنا بدناش تعوقي فيرا والله قعناش تعوقي فيرا خارج ياسر من المؤتمرات عدلناهم ياسر من التوعية للناس عدلناها الإعلام تصلوا بالإعلام ودوره يجينا ولا ولا يجينا ولا يوخاهم وهذا بعد أنا نحتسبه أنه طريقة عنصرية به اللي كان ينبغي للإعلام من دوره لا توعية المجتمع ندوة وعدت والله حلقة تربية على المجتمع وعدتي وخواته إياه كانت سواء عشان لأن أختار نطول أوكي أوزن يعني ما أختلف عشرك على أبي الناس كلمة عن الفئويات ولكن قريب تخوتوا على دول عن الحزن بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مالي بدورنا اخترنا نشكر الوطنية على تاعت الفرصة لهذا الجمع الغفير اللي نعتبروه نخبة في مجال الإعلام. لا ركزون على المسائل اللي تجي لهم قاع كثرقي. أنا قاع نقعد ما عندي إضافات أكبر حتى اللي هنا قاع نغير حتى. قال أنا ركز بعد عزلت تقريبا عزلت مفاهيم. يبدو عني اللي سيركيلات حتى في القناة اللي دارت في خلال حديث تحدثين سبقوني. واحدة مفهوم المهنية ومفهوم الحرية ومفهوم الاختلاف. يبدو لي اللي ظهر لي عن مفاهيم سيطرت على خطاب الناس كان. لا نبدأ بالاختلاف والحرية وبعدين عرض المفهوم المهنية اللي هو صلب الموضوع. ما يخص الحرية أنا لا أرى عن الحرية إن باغي أن تكالب الصاع تنتقص ولا تزاد حسب رغبة الناس. الحرية تماما كالتنفس يحتاج الإنسان كيف يحتاج تنفس. اللي خصها الطريقة لا يحمي بها ذاك الإنسان تنفس ورئتي قد يحميه بصحة قد يعود على خبير في الوقاية وقد ما هو خبير فيه. يعني هامش شون اللي تنشاف على الحرية من استكثارها ومن استقلالها إلا من سوء استغلالها. وينبغي التمييز بين كلمتين. سوء استغلال هامش الحرية المتاح من لدن واحدين قد يعطي الآخر وضع المتلقي وضع السامع وضع المشاهد فكرة سيئة عن الإعلام بصفة عامة. أنا ظهر لي عن قاع إشكالية المواطنين الموريتانيين والإعلام والحكومة الموريتانية والإعلام ما يولد اليوم اللي إحنا هذا. وأنا هذه كنت مديرة جريدة 93 واستمرت إلى 96 وصرطنا فيها نوع من المضايقات. علاش؟ هذا اللي قالوا الأرتيكلون المادة 11 سبت فينا كاملين خافقان. هؤلاء الرجال كانوا معايا في الشيء وكانوا معايا حبيبي رحمه المحفوظ متفار العمال للراعي الأول اللي كان طويل العمر يوصف لي الوصاة ولا حاجة اللي الله عنا نكون كاملين سيمتنا العامة لا شيء قالوا تبرتي والمضايقة بالأمانة بقى ما فينا حد عند ولو في هذيك الساعة قاعد الفضل ما نعرفه. كنا خريجين مؤسسات تربوية من نمط ثاني ما هي قاع مؤمنة بالمال مؤمنة لا بلا فكرة وبالحرية وبإرسال مفاهيم والقيم والأشياء اللي هي المسيطرة على أذهاننا كمراهقين على الأقل فكريين عندما أنا بعد السنين عند مراهقين فكريين. إذن عن هاي علاقة العداء بدأت من ذيك الساعة من ثمانينة من موريتانيا دا ما حاجة لي ومن القافلة اتصلت معاكم شوي فيه ومن مجموعة من الصحف بدأت السابق التسعين الله يرحمها الله يرحم القافلة والله يرحم أخبار رسول المساكين وتأدت فيه بنت عمر من القافلة أنا تعرف من قالها القافلة. إذن عن هاي القضية قضية سوء التفاهم بين الصحابة والموريتانيين عنه مذال ورسات الأنظمة السياسية ورساهم اللي قلة وعينا احنا كموريتانيين بصفة عامة قاعد مفهوم الدولة مفهوم المواطنة مفهوم الاستقرار أشياء داخلة علينا الأمانة. احنا كنا شي من الفرقان اللي منا ما هو فريق خيام فريق فديا فريق فكرة ما مهم بس من حالة ساكن. انا هون في نواكشوط نعرف واحدين في قصور غير نشوف طريقة تعاملوا بها في القصور وفراشه وعملات من الأمانة هم بودات تجبر واحدين في تيكات في الخلوات والله في خيام أكثر عليهم مظاهر التحضر. عادي إشكالية استيعاب المفاهيم إشكالية تطلب نوع من الوعي الوعي الحضاري خاص لا بد له من قدر من الوعي المتراكم موروث ما هو جاي من عندي أنا تمام على طريقة ميشيل فوكو ينحفر له ما هو عندي أنا لا يتوقف عند جيل ولا يتوقف عند والدي ولا والدة أشياء متسلسلة وإحنا جدادته في ما يشاف علينا دورنا نبهروا به زمن وأشياء عندنا عقوبة للروم أبراوي في شنو هذا ما يخص الحرية. ما في هامش من الحرية كبار من قد بريطانيا استحقوا كل شيء استحقوا الحرية بصفتها غير احنا المواطنين احنا الإعلاميين تقع على المسؤولية الأولى أقرأ أنتم الإعلاميين وتكونوا وأعرفوا أن حالة استغلوا الحرية استغلال. أنا انضم إلينا زميل ناجي يعني إن شاء الله يسهم في إثراء الكاميرا يا مرحبا بناجي. فيما يخص ما يخص الحرية لا ما تكوين رأي أنت ما يصاب منك هذا تكوين عن 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 يلا وكيان ما يخص قلت الإشكال يقع على عواتق نحن كإعلاميين يعني ما علينا نصوع الزرقاء وخلي الزرع علاش نمشي نصوع الناس يفهم حريتنا كيف قال الفيلسوف لما لا أقول ما يفهمه الناس لما لا يفهم ما يقوله الناس الإشكال ما عنده لزوم عني أنا والله تكتب والله تقول مهم عن لما تطرح النائمة اللي على الآخرين ما تطرح نفسك في موضوع هذا نقد ذاتي هذا سلم مثل شن قال مطلع لا يسلم مهم في سلم الحقيقة وفي سلم الوصول وسلم الثبات والثبات شنو الثقة في النفس
هذا لا يقول يعود واثق منه لا مزعزع عنه، لا بد أن ينتقد نفسه ويقيم روحه ويقعد معنا ويقول أنا إيش قدمت للبلد، أنا إيش قدمت الروح، أنا الشايف على رأسي حد ما يكسر شراسه ما يقدر يشعر. فأقول لك أن ننظر به الحق الليلة لنقول هذه الصحابة وتفاجئت للأمانة بالمستوى اللي بدأنا من البداية لا كان يضعف لنا هذا ما يخص الحرية المختار نسبيه أنا عند فياسة عفو ما يخص المفهوم الاختلاف، الاختلاف كيف يقول مثل العربي الاختلاف لا يفسد الود قبول الاختلاف قضية مطالب بها ومهمة ما هن تسبريما كيف تعد نحن كل ما جبرنا اختلاف نشطبو وفلان شاذ وفلان متطرف لا أنا ما متطرف قلنا عندي وجهة نظر يقول وجهة نظر يكفي لها القانون تكفي لها الشريعة شريعة مجاوزنا بل إحنا كامل مسلمين ما هون حد قد زاد لأن حد ما هو مسلم لا هون حد مقرر بحد إسلام الحمد لله ما هو جاي عند حد قضية لأن الله يمانه من إسلامه إيش كنت تقول ايوا ليت ذكر نرجعوا لك ان شاء الله انا شوي عمي ثاني قضيه الاختلاف عنه هو لبنى في البناء ما يعتبر روايه خاصه ولا يعتبر ويا الله ينفر منها الاختلاف مهم يا غير كامل تبقى مسؤوليتنا احنا هم اللي مسؤولين عن الطريقه اللي نقدر نتعاملوا بها على اختلافنا الاختلاف مفهوم اللي راقي انا ما نبحث عن اختلاف المسؤول الانواع للامانه الندد بحرش الاخبار يعني احنا مشينا على المرحله واللي ما مشى عنها شايف عليش يا الله يشذبوا ويهذبوا ويا الاخر يشد على يده ويرفعوا لي عاد عنده نقص الاختلاف على المستوى نحن ما مطروح لنا ولا الله يطرح لنا ولا عاد مطروح لنا يا الله نجحدوا عن رؤوسنا ونغطوا الهفوات اللي نتخطاها يا غير الاختلاف الفكري الاختلاف الثقافي الاختلاف في الطرح اختلاف في الرؤى والمقاربات الاشياء مطروحه وينبغي ناخذ بها مهمه لتوصل الحقيقه ما يخص المهنيه قاعفات اختصرت هذا اللي قالوا قدسية الخبر حرية التعليق صحفي ينبغي أن يبحث عن معلومات صحيحة صادقة واطية علش ويوخذها تعليق حر فيه يغير ما يزاد على الخبر لا يعلق لا يعلق لا يعلق التعليق ما هو الخبر يعلق غير وقف خبر ينبغي أن يعود مقدس مش ما هو دين خبر مقدس الوحدة الوطنية تعليق حر فيه مفتوح يا الله تفضل رجعنا للكودة لجنة تكلموا ايه وكلمنا على مزالات وده يتكلم الأستاذ دور الإعلان تكلم الأخ أوكي السلام عليكم ورحمة الله شيخنا المحمود أنا ندور نقول بعدين الصحافة خدوا بعدينها هون قطعا فيها ياسر فاسد ويالت ينظم ويعدد وكنت شاك عن قط مبادرة عدلها عزيز ود الصوفي ساعة شيتها حول المعارض الاعتاقيين في ذاك الدخلق بل انها لا تعود ذيك المبادرة لا خاطر لا كامل يعود ما تري شيء شوخر ولا تري يخلق شيء اخر غير ما عرفت عقب ذاك الدخلق من قابل الصحفي الموريتاني وانا قد نعود مبتدئ مع الاستاذ ابراهيم غير عندي وجهة نظر لين اطرحها بل ان الصحافة ما كامل قد يعود ما يندار عليها كامل مشتركة معها في الدولة العاد الصحافة 30% من ذا يعني هي غير 70% تعني الدولة هي اللي قاصدة كامل هي اللي قابلة الظلم وقابلة كل حد يقول له خارشي خاسر به اللي كانت ما قابلته تم حد قال شي خاسر والله عدل شي خاسر تكردو وتعاقبو وديرو في السجن ما تريد يقول شي خاسر واللي شايف أنا بعلن يالله أي رقاش يسوى بيران يسوى بساموري يسوى الدادة يسوى جميل منصور يسوى واحد من هذا أو السياني ولاد موريتاني لعد صوى ولاد موريتاني حق أنا أتكلم كوني هنا تياه أني مبتدئ مع هذا الراجل كوني مودي حرطاني نمرة ماني متوافق مع هالرأي بأن موريتانيا فيها الحراطي وفيها دكوار ولف وفيها بمبارة وفيها بيضان وفيها المعلمين هذا ما يعترف بعد أن نعود حرطاني ونكره البيضان والله نعود كوري ونكره البيضان والله نعود كوري ونكره الحراطين يا قيران هو نحدد أنا منه وأنا شو نكون وأنا شو نعود لين نقول أنا شنو لا تقول لي يالتك تعود بيضاني بيدين احنا كاملين بيضان ممتاز من الذهب وده ممتاز قاع من الطين بيضان بيضاني والحرطاني والكوري سمان وده مسلمين كاملين ودين قاع مخاوينا سمان ولك حال ولي بيضان نعرفه عنه آية من آيات مولانا وده قد حد يغير فيه يا غير نحن ما بين عنه العنصورية والجهوية والطبقية والعبودية ذا ما بين عنه نحن ندوره نين الظلمان اليوم والله نعود معبد والله نعود معدد لشيء ونشيل الدولة يالتها
ترفع عن يضرب ويات الصحافة يجوا عاونوني كانت الدولة ترفع عن يضرب ما تعود ساكتة ولا تعود مهيشة ولا شات مدي ما توخر خبر لما هو من مهنية ولا هو حد صادق في عمله إنسان يعود صادق في عمله ويعود الناس فر واحد عنده ما يتم يقول وحدة الوطنية وحدة الوطنية هددها لا ظلم يهددها لا ظلم الحق والحرية ما يهددها به لي أنا خبير ذو الناس اللي تكلموا عنهم ضركات ياهد ونشطاء كرده ضرك وانتم تعرفون أنا بعالي أنا أعرفه بتعود ما أعرفش النوف اسمع جابت معهم كلام مرة عزيز الصوفي عرفني حتى وذوك عبد دايم ناشي خويا قاعد يعود يا غير لا نقولكم بعلن يالتكم توقفوا توما تحدوا موقفكم توما من هاي القضية دي هي وشي ما هو مهني والله ما سامحوا لكم القانون ما ندوركم تعدلوا القضية شدي قضية هاو الناس اللي بسجون مسجنة قضية هاو الناس اللي بسجنة ما شو قضية شت هاو الناس ما قاعد معهم حد شو هاو الناس ما قاعد معهم حد ولا أتكلم معهم ولا وقف ولا قالوا عنهم اعتقلوا غير ما يعرفوا اعتقلوا علاش ولا هذا المعدلين شنو اسمع فيهم واحدين فاتوا ممكن ما قال إبراهيم نشروا مواقع تهم الموجهة لهم سابق تعلنها يعلنها القضاء اسمع وذاك خطير معناه أنه ما تياه شيء اسمع الحمد لله عود صحافة يعودوا ما يشتغلوا رؤوسهم يعودوا صحافة مستقلة حقيقية يعود تنعت الناس بأنها صحافة مستقلة واليوم نحن رانا بعض قايلكم بعض بعدني ذلك الكلام اللي خلقوا فيه طبعا ما هو زين سوي الكلام تفاهم شنو اللي يقدونه المشاهدين ما سمو خلينا نجحد هو قال خلاص بعدين نقول بعدين موريتاني يلا الحراطين يقعد يعودوا بيضان يبقون يعودوا بيضان حقيقيين ها يتقاسموا معاهم ثروة موريتاني ويتقاسموا معاهم ذاك كامل اللي يعدلوا ويتلاقوا يجمعوا الصحافة يعودوا نصهم حراطين ونصهم بيضان ونصهم معدمين ونصهم كوار ما يعودوا عشر بيضان واربع حراطين قاعدين ولا فيهم كوري اسمع انا يا تعود الدنيا مخلطه كل ما قلت وين لون لي دكتور يا تعود انت قاعد ملونوا عند البدايه والله مدير البرامج يقعد ملونوا عند البدايه اسمع يقعد قاعد ما يحتاج نعود نحن نلونوا له والله ما نلونوا له هذا النقطه هون شايف هنا بيكم انتم تحاربوا شيء انتم فيكم تبارك رايكم قاعدين هون اذا بعد ما ناحيه العنصريه ولا من ناحيه شيء بعد انكم انتم قاعدين هون ومشاهدين يخرصوكم من دحراطين ومن دكور ونحن قاعدين هون معاكم اربع رواقيش ان شاء الله انتم 10 ما نتعين فيكم تبارك الله تبارك الله عليكم ورحتوا قاع 11 وعليكم هذا اخوك انت هذا اخوك انت وعليكم هاي الروايه تم تغيروها شوي تم تتعدلوا شيء تعيطوا للناس كامله وتتكلم كل يعبر عن رايه اذا ما يخسر الوحده الوطنيه الوحده الوطنيه يخسرها هذا قال داود واحمد عايش هيك الليله من كلام الخاسر وين قال ورانا مدي باقي فيه وين قال طالب اخر كلمه دي فانا طالب من السلطات فانا هالمفكرين اللي يقولوا ذا الكلام الخاسر ويقولوا كلام العنصريه اللي قال وبعدين انهم يلا كاملين الصماء وداود وحده داود وحده عنصري ها يا اخي نحبس داود يا غير حبس واحد يا اخي بوليس على المحبس وراء اربك يا غير داود ايوه شوف لا هنا بس لا نرجع لك انا وفي كلمتي شوف بس لا نرجع انا وفي كلمتي انا نقول لكم بعدين داود والاحمد عايشه هو تكلم واحد ما هو ماني سامي كذا بعد لا من القواعد المهنيه ابراهيم علمه هذا انا نقول بعدين باي رقاشه يدور الوحدة الوطنية والله يدور شيء تول أمور بيضان ظالمين الحراطين من القرون معنى عنهم يقعد واحد منهم يتكلم يحترموا لكن لا يقول يوشع انتم كنت تعدلوا بيديكم ونحن لا نقولوا بفهمنا ما نماسين حد بيدينا إلى رزون معناكم يالكم تحبوا خلونا بعض نتكلم وذلك نحسوا به وذلك ما نحسوا به نقذفوا نقولوا ذلك نحسوا نحن به نقولوا نعبروا عنه باش ما يفجرنا يغير تومن انت حد قال لك ان احنا ما قطينا عبدنا حد بينه عبدوا اباتنا عبدوا الناس اباتوا عبدوا يغير تومن ما يعطيكم ذاك العبد اباتكم تعتذروا عنه وتقولوا عنه ما يتواصل تمن انت فكرت حاله عبوديه توقفوا معاه تلاونوها حاله عبوديه توقفوا معاه تقولوا الصحابه مهنيين حقيقيين وتحاربوا ذا كامل يا غير الموضوع ذا الصحابه شنو هذاك شفت شنو لك الامر مهرجان يقعد يبين ما مالك ها مالك هيا الاول دورك سبيا خلينا نتكلم راني مهيد دور النقيب رجع الموضوع نسيت عني
لهن رصف حقك نسب حديثا كان الطارج من الذي كنا واحدين فيه كيف يجب أن يتعامل الإعلام مع هذا خطير هذا مع؟ من يجبر مع ذو القضايا دي ما طرحها لأنه هل إلى اسمها يتهم بأنه لا هي يقسم البلد وإلى سكت عنها يتهم بأنه عنصري في قوي ولا اسم الخلطة اللي بحبسه ولا اسم ذوك اللي طلصه ولا اسم ذوك اللي لا 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 الإعلام شرط بعد حنين إذا إحنا اللي يعكس لك من الجهتين ولا يدنا أنا سمعت قبيل أخويا قال كلام كويس إنكم بينك يعني فكي كماشة يعني معارضة هناك تقلب رؤوسكم بروايات والنظام هو يقلب رؤوسكم بروايات وشارع يعني يغال عودوا أنتم ما عارفين أنتم شنو هما ودور ليارتكم تقدروا تعدلوا ولا يتعدلوا تو وتفرضوها على اللي يبغاه ولا ما يبغاه ويقدوا تناولوها بالطرق اللي كنتوا تتكلموا عنها المهنية ولكن واحترام قلتك بعد الناس اختم عقب هذا البيت ولا تطولون هذا لا يتكلم لا يتكلم وابنين يقبلها لي اخوان رصف انا بيجي اللي عن شيء يشوفوا الملك بعد بعد ايوه توف لا تطولوا خليك احنا عندنا جواب الترتيب اللي كان ما ولعت بك اللي قال الاخ لكم ولا اربعه نعود مقابلها انا ما موكل جلي في روايتك لا تطولوا انا سف جدا على الحديث يكرد مسار ما هو مساره لأن مهم عندي حتى على النخبة إعلامية تجي تناقش أمراض الإعلام في حد ذاته وبالتالي نأسف أن نخرج الحديث عنها ونختار متمرمط حتى أول بينا ما كنا لين تقبوك لأن نحن هم قادة الرأي هم اللي نوروا المجتمع يجب أن نعود إلى مرحلة مترشح ضدك يعني دقاني سلموا لها يبرد فيها طبعا الحمد لله يبارك عادة لسنة ونص قريب يلا وأسف جدا على أن نتعاون تناولوا القضايا دائما تناولهم من قضايا فئوية ذاتية وبالتالي هذا يؤدي إلى شيء قال له التخندق والتخندق يؤدي على الفئات تمكن لها يتباعد عن الأخرى وهذا خطير علينا احنا على المجتمع نعرفوا عنه متعددين في اعراقنا متعددين في تشكيلاتنا ويجب علينا نعود واعيين خطوره المرحله نعود نعالجوها بشكل موضوعي احنا اللي طالبين من الاعلام هون لماذا نطرح الاعلام كواجهه ينتقد نحن الاعلام دائما ينتقد ارواق يجي ويجي نحن كنا نطالب بمرحله ان الاعلام يجب ان يخلق جهة أخرى متلقية للإعلام تعود تعطي رجع الصدى ياك الإعلام ماش ياك الإعلام شوف ذات وبالتالي أعتقد أن الحلقة الليلة فرصة ثمينة كنا فيها يا الله ننتقدوا معالجة الإعلام جميع هذه القضايا إعلام مطلوب منه لأنه يعكس الواقع بمهنية وبموضوعية كما هو كما هو إلين يلتزموا الإعلاميين بالقواعد الإعلامية المضبوطة اللي معروفة واللي عالمية ما لا يخسر شيء يقارنين يخلق تجاوز على هذه القواعد اللي معروفة هذا هو اللي أدي للانزلاق والانزلاق نتاجه معروف وخيمة جدا وأنا مع القوم أعلن أخطر شيء ما هو ما هي الحرية إحنا كنقابات وكهيئات يا الله انتم ولاهم طالبوا بهم طالبوا بمزيد من الحرية هذا هو دورنا وهذا هو اللي نطمحوا له يا قير الحرية يجب علينا نعرفوا مبادئ الحرية شنو هي ليناش ياك نقدوا نستخدموها اللي رجاج ما يعرف الرواية ولا يعرف مبادئ استخدام لها قد يكون غلط هو الدواء اللي يعالجه اللي نعد ما يعرف استخدامه قد يقضوا منه جرعة تكتله بالتالي هذه هي اللي نبهوا له اوفردوز نبهوا له احنا هون شكلنا تنظيمات صحفية ودافع الإعلام عن الحرية ودافع عن هذا وحمى نفسه طرق المعادل اللي نطرحين نحن واللي نطرحه نختار ونطرحه هون كنقد للإعلام الذاتي نحن استطعنا على أن نحمي الإعلاميين من تجاوزة الآخرين كيف نستطيع على أن نحمي الآخرين من تجاوزة الإعلام هذه هي الإشكالية اللي يجب علينا نطرحها
كيف نستطيع نحن الإعلاميين لأن نحن لآخرين من تجاوزات نحن أول يجي ودون أعلن الناقش عن الحرية تنقص أو تنزاد أو تهش كما قال أبو المعالي المطلوب هو ترشيد هذه الحرية كيف نستطيع لأن نرشد هذه الحرية حتى تقبل مسارها الصحيح وعوداش تعود ما تلفهم غلب ما تلفهم كبت والعاد كل هيك دي عبر عن وجهة نظره يقدر يعبر عنها في حدود اللي المهنية المعروفة والضوابط المعروفة ويعرف كيف أنت تنتهي حريته به اللي رجع جزاوج حريته على حرية الآخرين والله عيب الآخرين والله نال من أعراض الآخرين كيف دائما يحلي هذا هاي ليست حرية هاي ليست حرية وبالتالي ما يقدر حد يطالب طالب به ملموس شوي يعني واحد سرق الأعراض هذه راهي واسعة حتى عريضة يعني إسراج يعني اختلس أموال الدولة يعني تكلمت عنه صحابة يعني ليست في تجاوز هذا النوع لا لا لا, لا هذا ما هو لا ما هو الأعراض الشخصية الأعراض الشخصية الحياة الشخصية لا رواقش وذمهم بالأمور التي لا تليق أخلاقيا رجاج مسؤول عمومي دار على مؤسسة عمومية وعاد عند المال العام لين يسرق يا الله ينقال له سرق هذا هو دور نحن دور نحن هون هو مكافحة هذا النوع من الفساد مكافحة الأخلاق اللي تؤدي إلى الأنصر مكافحة الكبت مكافحة الظلم مكافحة مناصرة القضايا العادلة في حدود اللي معروفة والضوابط المعروفة وبالتالي من سرق العام المال العام حد سرق المال العام نقول من سرق هاي لا تتعلق به هو شخصيا يقير ما نقد نقول له أنت والسيد كذا في الأخلاق أو مثلاً أخلاقك ما هي حميدة والله 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 نذمك نتهمك بالزنا مثلاً عليكم الله وليست ليس عندي لهم دليل وهذا اللي ندور عليه دليل أنجلا ميركل لا صعب دليل بده أربع شهود مثال لا نقول عادة الناس يبتعدون عن الشهود أنجلا ميركل لا شغلتك فيه أنجلا ميركل هي معروفة وقط قبلت إجازة كتبت طلب إجازة وصادق لها البرلمان والحكومة الألمانية على أنها في إجازة ومشات شهر أمريكا اللاتينية تستمتع بإجازته تلبها مصور صورها على الشاطئ هي وزوجها على الشاطئ أوتوف وبدأ يكتب على أنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنها تتمتع بكذا على الشواطئ هذه أخرى عندها قيم أخرى هذه هون لا 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 نقول بين الحياة الشخصية هذه شخص عمومي يقير شخص عمومي قبل إجازة مصادقة عليها ومشي يتمتع بحياة الشخصية إلين ولا وتنشر قالوا له لا هذه حياتها الشخصية هذه مسؤولة فعلا يقير قبلت إجازة معروفة مشات تتمتع بحياتها ما عليك أنت تمشي طاردها وتوصفها كذا إذا هذه الفوارق هي التي يجب أن نعرفها الأول ما قلت علمنا يجب أن نعرف الحد الفاصل فيما بين الحرية والحرية والأفراد الشخصية شو تعدل النقابة في هذا عدوا صحيحين احترموا حضر النقابة دورها هون هو الدفاع عن الحرية نقابة دورها الدفاع عن الحرية وتكريس هذه الحرية والحرص على المهنية والمسؤولية والضوابط الأخلاقية هذا هو دور النقابة وليس لها دور رقابي لأن هنالك سلطة رقابية هي اللي الله قرر سلطة عندها وسائل ما بيتعدل شغلتها ما نحن عندنا شكرا جزيلا يا محمد ناجي لأنه هاي نشرة الأخبار نختار اللي تعود نشرة الأخبار بعد الأخوة نهي نعرف شوي على الموضوع اللي سمع جزاهم الله خيرا ساتيتي ونحترمكم الجميع شكرا جزيلا إبراهيم شكرا جزيلا لزملائي اللي هون اللي سبون واللي كنا نراقبهم وفعلا استفدنا من ذيك التراكمات اللي كانت موجودة اللي شاروا لها الإخوة واللي أنا نقولهم في قاموسي لساتيتي هون نهي نعرف على موضوع اللي هو المطروح حالا بنترى شنو كان تعامل المؤسسات الإعلامية سواء المرئية والمسموعة وغيرها مع اللي كان خارج نهارات ودو والسؤال الثاني اللي مطروح حالا من درا كان يجوز قاع الاعلام انه وبعض الناس ما يختار الاعلام يتناول القضايا هل يجوز الاعلام ان يتناول القضايا الوطنيه انا نقول نعم لكن تناول القضايا الوطنيه يجب ان تتناول من منطلق احترافي اذا هنا نرجع نقطه نفصل فيه مؤسسات هذه حيلنا
شورى المؤسسات الإعلامية في موريتانيا. المؤسسة أي مؤسسة وأي مشروع له ينبنى معروف عنه ينبنى على ثلاث أساسات أساسية، والله ثلاث محاور أساسية. الواحدة معروفة اللي قالوا رسالته، ومعروفة رؤيته، ومعروفة سياسته. رسالته شنهي هذا المشروع الإعلامي، والله المؤسسة الإعلامية، ورؤيتها شنهي منين تبغي توصل عاقب خمس سنوات والله ثلاث سنوات والله سنتين والله ثلاث سنوات والله كذا والله فترة زمنية محددة، وشنهي سياستها. تدخل لمواقع اليوم ما تجبر موقع كاتب وش رسالته شنهي، أنت ما تفهم الموقع رسالته شنهي ولا رؤيته شنهي ولا سياسته شنهي، وهذا خالق في المواقع وخالق في المؤسسات الإعلامية بشكل عام. إلى عاد فهم استثنانا قد يعود فهم ما نعرف غير هذا بعد في الغالبية في اللي موجود فيهم. إذا ما دام المحاور ما مؤسع عليها هذا المشروع له، إذا نحن ماشيين في رواية ما هي واضحة وتنعكس حتى في الخط التحريري للموقع ولا الخط التحريري للقناة ولا للإذاعة ولا غيرها. يتغير الخط التحريري اليوم، يتغير اليوم يطلع رئيس تحرير والصبح لا يطلع رئيس تحرير اخر، وهون لا تلاحظ حجم الفاصل وحجم الفارق بين الخط التحريري امس والخط التحريري اليوم، لانه ما فهم اسس مطروحه للخط التحريري للمؤسسه هي ياك يوضح على فهم لها رساله وفهم لها رؤيه وما السياسه اللي هي المدخل شورى المحاور كامله الاساسيه. ما هي قليل من المؤسسات الإعلامية الموجودة اليوم عندها سياسة واضحة لها. إذا جاء واحد والتحق به سواء موقع سواء قناة سواء إذاعة يقدر يجي يمضي خمس سنوات ويتم عليه الهامش، ما معروف أنت هو ذا لا يجبر بروموشن، أنت لا يترقى من شور وظيفة أخرى، والله أنت هو ذا لا يوصل للمرتبة الفلانية، والله أنت هو ذا لا يخلق. إذا السياسة ما هي موجودة والرسالة ما هي مفهومة والرؤية ما هي واضحة. هذا موجود وهذا واقع. نحن هون الإعلام ما في مؤسسات فعلا فهم الإعلامية كلمة. هذا هون نرجع للمؤسسة. المؤسسة لا بد تنبني عليه المحاور، ما تنبني على المحاور ما دام ما في مؤسسة. نحن قدام إشكالية مؤسسة إعلامية، ولما تعود فهم مؤسسة إعلامية ما هي، ما عندنا مؤسسة إعلامية مؤطرة والله مبنية على أسس واضحة، معناها أنها باسم الحال تقدر تتناول القضايا الوطنية. معناها أنه القضايا الوطنية أنت تتناول معروف على أنه في المؤسسات الإعلامية خاصة المرئي على أن يعود فهم المؤسسة فيها مرجعيات وتعرف ذي اللي خارج شنو، ومثقفة وناضجة وعندها طلع واسع وعندها رؤية بعيدة، وتعرف بس من حالة الأسئلة اللي هي ينطرحوا والموضوع لا يعالج بس مصيفة، وذي الطريقة اللي لاهي مروا به هذه الفكرة ذي والله لاهي ناولوا به هذا الموضوع ذي هو ذي اللي ينقال فيه ونوع الضيف وغيره يا كنا قدوا نقدموا إعلام ناضج، يا كنا نعودوا يا كنا في الأول الحق وعلنا ما يبقى موضوع ما عدنا قدوا ناقشوا. والمسألة الثانية على المواضيعنا اللي نناقشوا تعود تساهم في بناء، ما تساهم في العكس، ما تجي نتيجة سلبية. ثانية فهم ملاحظة، الصحافة الاستقصائية اللي هي الأسف ذا كامل. نحن وين هي مؤسسة عندنا هون تقدم برامج مثلا استقصائية؟ والله تقدم تقارير استقصائية إلا ما قل ودل، تشوف تقرير استقصائي مرة واحدة في السنة في واحدة من المؤسسات وبالتي والتي. ثانيا هون اللي نرجع ونقول نحن نحمل مولي، والله ذي اللي ما هو إعلامي والله ما هو صحفي، يحمل الصحفي وحمل وسائل الإعلام شو فوق طاقتها، لانه هو صحفي حد منين عود وضعيه مزريه وقع باسم الحاله لا يفكر باسم الحاله لا يعدل تقرير وباسم الحاله لا يكتب نص ولا يمشي ما عنده طريق، لان المؤسسه اللي مشاته ما هي مجهزه له الامور اللي لا يوصل بها، معناه انه عمله لا يعود ناقص. هاي مساله متاكدين منها ومن جالتنا نعرف وياك انه يصلح الاعلام في موريتانيا وفهم امكانيه نجاح الاعلام في موريتانيا، والله مؤسسات اعلاميه في موريتانيا بامكانيه نجاحها. من جالتهم يرجعوا اولا على مراجعه الذات للمؤسسه نفسها وتبتني على بناء صالح، والله اللي عنوني يخلق ذاك البناء ان ندور كاملين الاعلام الموريتاني لا يرفع وجوهنا كاملين سواء في الداخل وسواء في الخارج. وحقيقه اليوم اللي انت قاعد في دوله في الخارج وتدير على واحده من القنوات الموريتانيه على سبيل المثال، ها هون نتكلم على المرأي، تدير على واحده من القنوات الموريتانيه ما قد قاعد طالع لا عاد معك جانب لا يتقلب فريكانس لا يتوقدوا عنك العدو اللي دائما يجوك بكل ما فهم شيء مقدم ذاك، حتى الضيوف ما معطيهم اتيكي اللي يتكلموا بها، الطريقه اللي يقعدوا بها، الطريقه اللي كذا، فهم ياسر من الامور اللي مجالت الضيف تشرح له، مجالت المقدم تشرح له، المسائل مهمه جدا وخاصه الاعلام يعكس صوره البلد. المساله الثانيه المواقع، والمواقع هذا نقول لك نتاج تجربتي، في الخارج يعودوا واحدين جايين لا يستثمروا في موريتانيا على سبيل المثال، ومعروف على انه اللي يبقى يجبر اخبار الدوله بمختلف الاراء، هل يقيس على الانترنت؟ ومنين يفتح الانترنت يجبرش من الاخبار اللي واحدين يواجع بهم عست البحث عن السبق الصحفي، يكتبوا شيء ما هو مساسي على شيء ويكتبوه خاسر مولي ويكتبوه قاع مهرة في المعنى، معنى أن هذا كامل ميالة الصحفي يفهم عنه هو ذا الدور اللي أديه، عنده خطر داخلي وعنده خطر خارجي. وراني بعد ما نطول عليكم حتى أنا مع الحرية ومع دعم الحرية وتناول جميع المواضيع لكن باحترافية، هذا هو اللي يجب. السلام عليكم ورحمة الله هذا وباحترام القانون طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم شو مخسر عليكم تجمعوا تعدلوا منتدى شنو روايات اللي عدلوا هناك تعدلوا انتم بشديه بكم لصحه
لتوحيد المصطلحات بعد يعني. شنو هو؟ اللي بيضان تعرفوا تنقاداش. وكان يتواسط تشرذين من المجتمع بالشكل اللي هو. تافقوا عليه بيلي دائما خلق خمريزة. أنا اكتشفت هذا اكتشاف رهيب. لأن في فئة كتشاك عنها لا نحسبها من البيضان وتو. عنها عاد قومية مستقلة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. توافقوا على مقومات الأمور قومية مستقلة لا بد لها من شو المقومات ما يتوفرها معناتها القومية. اللغة خاصة بها، رقعة أرضية يعني معروفة ساكنة بها إلى آخره، مغالطات خطيرة في الأمر اللي هو. عدلوا منتدى وشمعوا وحدوا مصطلحاتكم وعرفوا الحدود اللي تقولوا تلحقوا ما تقولوا تلحقوا وعاقب ذاك عدوا صحفي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي. أولا شاكر الزملاء على العتب اللي لاحظوا قضية أخبار الحرية. وأهلا عنهم لا ما فهموا كلامي. أنا شاك عني تكلمت بلغة واضحة. وياك كان هو قاعد يفهم بيدي أنا بالحقيقة ما شاك عاد تلاقون حد مرحلة يشرح له. الحرية اللي تكلمت أنا عنها لأن هذا الخارج منها إنه زايد بيدي نتيجة ذهية. يعني انك تشوف اليوم اذا خبر في الانترنت مثلا خبر مكتوب يعود الحادث خليك شهر سارة ليون ولا شهر كوستاريكا ولا شهر شمد الدول الاخرى يتم تعدلوا عملية اسقاط على موريتانيا يحول من شهر نيكاراغوا ويصبح شهر تجوني ينقال لك مرة اليوم تم اغتصابها والله واحد تم قتله يعني يتخرص الخبر اذا هو لك معدله كوبي كله وبقيت شاضية منه شهر الاصل هذا يقول لك هذا كان نموذج الفوضى اللي عدلت به اللي الاسس ما طلع ما يتواسى هذا نشر الرذيله هو مجتمع كيف مجتمع نحن هذا ما يتواسى ولا من يالت العود نوع من الحريه ولا عاد نوع من الحريه ما يتواسى. النقطه الثانيه قضيه التكوين الاخ تكلم بعصبيه خرب لازم اللي هو النجاشي وانا بعد ما انا بعد مثلا صراحه مشجع على ذاك النوع من الكلام به اللي مهم حد مازال في الشباب اللي يعتمد عنده حيويته يا بابا بعد يعقب الله يفوت يتقدم لاداره فاصل لا لا انا ما مهبط انتم لا سمعت الاستاذ اللي متخرج من امريكا قال لنا على الصحافه على انها ان هذا قلت انا مو حق يا بابا بعد اللي يفوت اللي يفوت يقضي لها يدور يعرف عنها كي تصوف انه من اخص خواصها ما لا يدرك الا بممارسه سمعت. النقطة الأخرى نرجع ونقول على هذا هذه الفوضى المقبولة لك نتيجة هذه نعود جمع واحدين يقول لك هاو الحراطي وهذو المعلمين هذا هو قمة شيء قالوا بالنسبة لي أنا شخصيا واعي ما أقول على الفوضى. الفوضى في المصطلحات الفوضى في كل شيء لأن لا يعقل على المادة دولة عايشة 54 سنة من الاستقلال وعايشة 10,000 قرن ما زالت تقعد نخبتها وتقول لك هذا حرطاني وهذا بيضاني وهذا معلم وهذا فلان وهذا فلان ما يتواسى هذا جريمة في حق حنيني هذا بالنسبة لي شخصيا هذا جريمة في حق هاي الأمة ولا يتواسى هذا البلد حد يرفق براسه ويرفق به يعرف عنه ما عنده عنه بديل هذا قد يقولوا حد عنده وطن بديل بل حد ما عنده وطن بديل من يارته مسألتين يعرف عنه مسألتين يعرف عنه ما عنده شنهم حد قال لك أن أخوك في الدم وحد معاك في الحدود ترابك وتراب وقراب هذا ثنتين ما لقيت ملص منهم معنى انك لا تتركهم لا تفتح راسك وتفرغ يعني. وقتك الجار ونسب هذا ما عند حد يمشي ما هو الشيء اللي يجيهم ما تختارهم هي ما انت تختارهم يقررهم القدر احنا بعد والله انا بعد شخصيه اللي تربيتهم مجتمع ما في قضيه الحراطي لقيت سمعت اللغه ما هو هون دون عاد قال الحراطي وعاد قال ما يصير لبيت العبيد ما عندي انا راجل متربي في هذا حنيني شو حنيني لا تقاطعني خليك التزم ذاك هذا نتيجته شنو هذا نتيجته حنيني نتيجته شنو قال التخلف هذه الجماعه اللي تكلم عن قضيه الحراطي ما فيها حد وراه اليوم اراني قبيل مستسمع استاذ قبيل نختار يا اصحابي الملاحظه اللي قال له تحدى حد يقول لي انه قطع عدل تقرير على انا دوابه هذا ما يتواسى قطع عدل لا هو موجود هم اللي موثق سمعتنا عند احنا على التسعينات عندنا على مستوى مؤسسة السفير تكساعة ما تتخمم بالعلم هلا حنين تكساعة قاعد ما دخلكت والله ما يلطش أزمان وانتو مشوا لك لين يومين 88 2008 هذه 2008 حنين شوي 2008 هذه ساوي الانقلاب على سيد الشيخ عبد الله في شهر انا كنت في باركاول وكان كوصة وقابلهم كانوا نموذجين
واحد منطقة رعوية وواحد منطقة زراعية، ومعدل فيهم 17 يوم بيناتهم، وعدلنا عنهم تقارير لهم نشرة في السفير حد يختار يرجع لهم يشوفهم بالصورة والكلمة ويشوف هذا هو مشكلة تادواب. ولذلك هذه تادواب خرج لهم خلاصة منها انهم عندهم ما عندهم مشكلة موريتانيا كاملة ما مشكلتين ونقولوهم، وهي المشكلة اللي عملوها السياسيين وعدوا بهم. هاي الشريحة اللي قال الحراطين كيف كيف زر كبير كيف قالت واحد من الاخوات شنقال البضاعة، ولهي نعمق مول شوي عندهم مشكلة شنقال له التخلف غياب التعليم، التعليم ما حضروا فيه وهذه جريمة حقيقية. الثانية والأخرى مترادف لها شنقال له قضية أعلنهم ما فهم استعداد الحد قاع أعلنه يبذل جهد فيهم شنقال له الأسرة تعود راجل يعود عيلة على خمسة وصار وستة وصار يغير ما عنده بني يقدر عليه وعدل الحريثة، والحريثة يشير إلى عادي إلى كبر يقيس اللغو وإلى عاد فوق ذلك يقيس الغنم وإلى عاد كبر طموح له يعود من الشريط. سمعت يا لو كان ولا فهم تنظيم الأسرة، الأسرة نفسها ما عندها تنظيم، الراجل يعود وصار ثلاثة وأربعة وخمسة، وهذا هذا هذا ملازم الفقر ملازم الجهل، وهذه مسألة علمية ومعروفة. ميارة الدولة هو تعدل شنقال له تدخل عاجل وضع لعنة بدس من زر من البراكين الدولي ميارة تعادلوا في المناطق اللي فيها هذا النوع من الهشاشة ويفتحوا فيها مدارس ويعدل فيها شيء قالوا إجباري التعليم، إجباري التعليم عدل فيها شيء قالوا النظام الداخلي المدرسة السكن الداخلي ويعود أباء هؤلاء الأطفال يعود لهم شرمزي يخلوهم يقرأوا، يعود أباءهم عندهم مرتب شهري والله شيء يعيشوا به يخلوا عنهم التركي ياك يقرأوا ياك يتخطوا مرحلة خالد قانون إجباري التعليم ما قدم فرض إجباري التعليم ما قدم فرض. النقطة الثانية موريتانيا كاملة معروفة بشين قالوا ولا بيضانها ولا قالوا توما تقولوا توما الحراطين شين قالوا الكسل المجتمع الوحيد الإنتاج في موريتانيا شين قالوا مجتمع الشمال وحد عاش فيه لا يشوف الفوارق. أنا إذا عندي أخوان وأخوت واحد منهم عنده شريط ويبيع علمه ولا حرام ولا شيء اللي حرام وشوي إن رجاج عود ما يدل لدم يسولها عود رجاج يمشي يتعلم الكد قال هذا تراهم هنا تياه ممكن متاكل أبو زرع عن بصر هو عود راقف على أخوه والله واحد آخر تعلموا شيء قالوا الإنتاجية وعاقب ذاك دور تموكو. النقطة الأخرى ما يقعد حد قاعد يقول هذه قضية المعلمين وقضية إيراء وقضية لا تلمس جنسية واسمه لا تلمس جنسية وقضية حباب الرسول، هذه مهزلة تاريخية يجب الأمة أن ترفع عنها ولا تواسع به اللي شي ما عدل مسعود بالخير ولا عدل صغير المبارك ولا عدل بيجن ما الله حل ربي على فهم طموح أكبر به اللي احنا نعرف حركة الحرب التاريخية كانت عندها 18 مطلب وتحققت كاملة ونعرف اليوم اللي خارج ولا ميارة حنا ميارة العودو نحاول نصيب لا لا حليني حليني نتكلم عن غير لحليني أنا وكلامي أنا وعلى مسؤولية أنا ضد هذا النوع من القضايا خلوه يتحاكم الأصبع واللي منه ضعيف يسند له خوف يسند له ويعاون. النقطة الثانية قضية غياب المستعارة غياب حليني حليني قول لي كيف يعني تعالج هذا النوع من القضايا؟ كيف قد تكتب في جريدتك مثلا أنه لا تسمون هذا الروايات ها؟ وإذا عدلتها إيش لا يقول لك هو حالي أنا اللي يقول لك اكتبوا وهذا خير من اللي طبع فيه بيا اللي أنا بيرام صديقني الشخصي وقعدت معه مقابلة وحقه والأجميل وهذا اللي يجينا عند معه مقابلة هذا اللي يعود عند الصحافة عنده فيها الحق ولا يقول لا يقول الأخ الآخر يقول هو العشرة من البيضاء ولا هذا مصطلح ما يتواسى حالي هذا ما يتواسى هذا ما يتواسى هي أميار تقبل أمندر الصحافة المستقلة حرة كل حد يقدر يعدل مؤسسة إعلامية وحرة الرأس يمشي حد يمول هو راسه ويعدل مؤسسة راسه يوجد هو راسه حد يوجد راسه. الثاني والأخرى المنظمات ما يعدل على أساس عرقي ولا أساس جهوي به هذه المنظمات المجدلية وهذا كلهم يعدل على أساس خيمة والله انتين والله ولاية ولاية موريتانيا ما فيهم ولاية موريتانيا كاملين وهذا تواسى خلونا نمشي قدام نبني الوطن يعني ضعيفنا نرفقوا به ونقوم نهضوا بدورتنا ونمشوا له عقل معناها بلد متخلفه لا قيمه لا يمكن نمشي له دقائق نمشي بسرعه يعني كما قال العالم نايم فوق على دقائق شوف هذا كلم هؤلاء الاثنين خذ لك دقيقتين ايوه انا اولا سمعت ياسر من قال ونختار نوضح شوي نقاط لابد من يوضح لولا منهم عن 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 ما فهم ياضا حد يتم زايد عن رقاجة أكثر وطنية من رقاج وقال عنصرية رقاج من رقاج أخر ما يلا يحاسب عليه ولا نقول لكم رواية أول مرة في التاريخ إبراهيم هذا شاهد عليها
عني في التسعينات هيك ساعة يمنع عني قانون من عدل شيء نساعد في الأمور الوطنية الوطنية ما نزايد بها. المسألة الأخرى مسألة نقلنا الأخبار نتحكم نحن ذاك الظاهر في خطنا التحريري عيينا عود عندنا شيء يلا نوخلو وهو لين يقول لكم شيء أمدي ويصنت لي المسؤولين عنه. فهذه رواية اللي راه اللي تشدوا أنتم أخبارها. أنا يصنت لي الحبوس راك اللي المسؤول الإعلامي اللي راه ما رأيت حد من القادة اللي نعرف واللي أنا كيف يسلموا غير الرئيس بيرام يجيني كان في الدار واللي يجيني في الدار فإذا علاقاتنا علاقة ونناقشوا الأمور الوطنية اللي كانت بعد منذ ونحاولوا دائما نراو نقاط الاتفاق بين ونبعدوا عن نقاط الاختلاف اللي حاولوا راك الناس يعدلوها. إذا اتصلت لهم وكنت أنا وعزيز هذا والنامس الخرص راعي لي من ساعة البدت فهم 42 خبر يعني لا هذه المسألة وحتى عنا إلين ما راوا الخبر نلودوله عند المصادر المقربة حتى وعي إيشيان عندي إلين ما راه بي ما بي احترام لراء وحدها احترام قراء نبغي نقطة أخيرة نختار نقول لهذو اللي حاولوا يفرقونا عن خارج رواية قالها شفت رقاش قالها نهار وهذا عميقة يلا نتخموا فيها نحن هذو يلا انتم ونحترموا العمي من حد دعمه يلا نعودوا نحترموا حد عم اليوم تكلم قدامه حرطاني وبيضاني ما يقدر يفاصل بين هذا هو اللي بقيت نختتم به. ابراهيم لا اصبع لا خيبك تجاوبوا لي وانا ما عندي وقت برك عدل على باب شو ابراهيم دائما ندير بينك حد انت ما مجاوب هاي جاية أعطيك إبراهيم وقلت لك بك هذا ولا نعطيك إبراهيم بازي أنا لا أختار نقول عن ذكاء قصدنا منه لا الإصلاح قصدنا منه لا الإصلاح ما قصد به قال خاص الجهة معينة وأنا نقول رأيي بصراحة هذا ما معناه أني متكلم عن أشخاص إحنا هون نتكلم عن المؤسسات ما نتكلم عن أشخاص وذا كامل لا من أجل إياك أنها يعود أداها حسنا وما زلت مصر عني ما نقول المؤسسات نقول هذه الكومات الإعلامية ولهي نرجع للي نقاله المواقع بعجالة وهون قاعد لاحظ أنها ملاحظة فنية وتو جميع المواقع اللي نتخرصوها اليوم تجبر نفس التبويبات نفس المحتوى لكن كل بلاد نفس الفرماسيات نحتاجهم كامل احنا معناه انه نحتاج موقع واحد معناه انه يلا نعود نحتاج لا موقع واحد منهم بيدينا يتخرصوا لا تقبل من نقايته كتب اذا تقسم موقع اخر لا تجبر نفس التبويبات ونفس مال المحتوى. انا بدأنا نقول ثانيا فيه نقطه التقيت باخوه هون واشتغلوا في بعض هذه الكومات الاعلاميه ولا عندهم عقود ياسر منهم ما عنده عقود احنا باسم الحال نتوقع من الرقاج انه يعطي وعنه يعود على مستوى تاديه رسالته وهو نفس الوقت هو ما عنده عقد يربطه بهذه المؤسسه ولا عنده خلاص معلوم يقبله الحديث يعني. ولا عنده خلاص يقبله شهريا وما عنده خلاص يقبله شهريا انا اجبرتهم وحدينهم يشتغلوا وراهم هم كادر واحد انه يتم يشتغل في ذيك المحطه الاذاعيه والله ذيك القناه هو اخر واحد ينقذ هو اول واحد يطلع وفي نفس الوقت هو ما عنده خلاص شهري هو ما عنده ضمان صحي هو ما عنده اي شيء وراهم فيهم وحدين بالمناسبه فيهم وحدين بالمناسبه متكتمين على هذا ومواسين هما كلها يحدث نفسه عن هذه الوضعيه تزول في يوم من الايام ما دام هناك شخص يعمل يعني هما هذو ملي هما اشقل مد هما اول رقاش يجلوا القنوات وهما اخر واحد يمشوا عنهم والله المحطات الاذاعيه وفي نفس الوقت هو كل الواحد يوم منه ينقال له لا يتمشي التكوين ينقال له ضرك هكذا شويه قبله هاك هذه 5000 والله استطعناك باص حاني هذا شنو احنا كما هذا اول شرط للمؤسسه أنا لا يعود يلا يعود كل عامل عنده 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 كونترا وعنده ضمان صحي
وهذا هو الوسائل يقول لكم هذه ما هي مؤسسة. احنا بسم الله نتكلم على مؤسسة وهي نفس خلاص وما يشيه في الوقت ضمانات صحية هو هذا سبحان الله يعطي. ومن المعروف ان هذه مهنة متاعب على الاقل لقاج ما هو متمونك انه عنده عقد وعنده خلاص كافي وعنده ضمان صحي انتاج له ادراك على الاقل عرضة لذاك اللي كانوا يقولوا يتم يكتب عن حد اعطاه بالايجابي ويعيب حد ما اعطاه. سي ابراهيم لا نعطي هاي السيده تمود شكرا جزيلا تمود يا غالي مود اذا شكرا دقيقه انا بعد لا نختار هون لهنا نقيس موضوعنا اللي هو الصحافه وتناول هالمواضيع كامله ونختار نقول اعلن فم ثلاث مراحل فم الوسيله ولا القناه ولا الاذاعه وفم الصحفي وفم الضيف يا الله الص ما نحملوا الضيف جريمه ما نحملوا الصحفي تصريحات الضيف الضيف ما عنده علاقة بالوسيلة الإعلامية لا مجرد ضيف جاي من بليده ما تعني الصحفي صفهم دوره على أنه يلا يعود مهني وحيادي يلا السؤال يعرفه على أنه له يثير النعرات يجنبه يلا لين تلحد يجاوز الخطوط والله الخط التحريري للقناة والله هون نرجع للمهنية ونرجع للمواطنة ونرجع للاستقامة لين تخلق أي خلل في هذه المحاور كاملة يلا يوقفهم اللي أيضا الضيف يسوه هو منه يا الله مولد الضيف يعرف على انه مواقف ما هو لانه ضده ولا هو انه مع ذاك يقال لانه هو هو تجاوز على الوطن وبالتالي له نوقفك. فمن نقطه اخرى دقيقه لصديقي ابراهيم له نقول له اعلن البيضان والحراطين وله يجيبوا مده ثانيه قاع هم خالقين وحدين اخوانهم البيضان واخوانهم الحراطين هاو زادهم يلا يعودوا يلا تعودوا زعيمهم. انا افكر نعدل العقب على الحركه هذه الفئه هذه الفئه لا يتراس ابراهيم يلا زادي تعود على المطالب نعدلهم بكراسي ونقول لهم يا البيضان يا الحراطين ما نقابلكم تشقوا لي نصين ولا نعاقبوا ولا نعاقبكم لا نطلب الصلاه ابراهيم ولا بدهم تدخل طرف ثالث والله الامور متعدده ابراهيم طلب طالبته له انا شخصيا وظاهر اللي عنهم محملينه للناس كاملة طالبة من إبراهيم أعلن نص نضالهم اللي عدروا هون في القضايا الوطنية وفي متابعة هذا يا الله يواسوه شور ذي أدوابه هذه أدوابه تحتاج لأنها تعود على المستوى تحتاج لأنها تقرى تحتاج لأنها حتى تعلم دينها تجبر واحدة منهم ما عندهم علاقة بشي يسوى وشهم استثمروا في الناس يا أخوتي إياك يعودوا الصاع على مستوى المنافسة إياك ما يقعدوا اثنين من البيضان ما يقعدوا أربعة من الحراطي ما لهم هاش تفضل الكلام عند إذا أنا أختير نقول أعلن شعر الأخوت ومداخلات قدر من الأمور ديانا لا قلت عني اختير نقول عن زملاء الشارع على قدر من الامور انا شاطرهم فيه وهو لان الحق للصحافي انه لابد من يوظف من الداخل عند المسح ينصقل منه ذاك الزين ذاك اللي موجود منه يحافظ على ذاك الباقي فيه. وانا اختير نقول عن التعميم طبيعي انه ما يعم يا غير مولي الاغلبيه الساحقه معناها دائما يتكلم عن معناها الاغلبيه الساحقه فهم استثناءات فهم ناس عندهم طبعا هذا غير فهم اغلبيه ساحقه. نختير الشير على الإعلام ما مطلوب منك الحيات لنعرف عن أرقى المؤسسات ما فهم حيات يمشي قالوا الموضوعية والدقة والتوازن معنى أنك يلا تعود موضوعي وتعود دقيق وتعود متوازن تعود مولي تشوف الناس كاملة في كذاتها احنا هو اللي ندوره ونختير الأخوة يعودوا متواضين عليه لأن احنا ندوره إعلام يعود أنا هذا اللي نقعد في دبي ولا نقعد في النعمة نعود لين نخرص برامج حوارية نخرص برامج تلفزيونية نخرص مقابلات نخرص حوارات نعود الشو ذاتي نشوف عني موريتان واحد منها نشوف عني ذي المواضيع اللي توثر عني نشوف فيها بتو نفسي نشوف فيها نفسي. الثاني ما يديك أنا فتش قالت مع مؤسسة إعلامية سابق نعدل الموقع مغارب أني عدل تحقيق عن مآسي أدوابها كان الدوافع جالت نعدل الموقع وجبتوني صورته عن امتلكة من الأحراطين الصورة قال لي منادم هذه الصورة أكثر هي حقوقية من هي إعلامية وأنا ما قديت نفهم ذا معناه شنو. بالتالي احنا هون اللي ندور الشجاعة والجرعة أنا نعرف عن فم مدة متحررة وعنده قيودها الاجتماعية وعنده قيودها القبلية والجهوية والعاطفية وامور تمارس عليها يوميا يغريها وتقادر انها تكسرها وتفركز فيها وتعال مصلحة الوطن فوكش فم جزئية خلال نختلف وعن احنا بانوا سمينا روسنا الحراطي مفكرين مجتمع البيضان ومناورين ومثقفين وكتاب التاريخ هم اللي سماوا نحن النحراطين وعرب بيض والله عرب كحل وذوك كان معنا نحن ما وجبنا المصطلح وبالتالي نيجي نحن مولي مرة نتبزز منه انا اللي جدري عني حرطاني غير حرطاني شريف حرطاني نزيه حرطاني وطني حرطاني جادري متو ولا اكثر حد مني فيها يا غير مولي ما تلقى حاجه قبلني
المسألة الأخرى نختار نقول عن ثروات البلد وخيرات المجتمع الموريتاني وثروته ما تكون مختزلة بمادة واحدة. هاي مادة اللي واكلة موريتانيا بيضان في واحدين مظالمة يا قيل حاني مستاذي البيضان في واحدين مظالمة أستاذ إبراهيم بيضان في واحدين مظالمة يا قيل ليش كارية المطروحة ليش كارية المطروحة ليش كارية المطروحة لأن بيضان مظالمة يدافعوا عن البيضان اللي ظالمة إعادة توزيع الدولة الوطنية لا حد يعرف عليهم عن الحرمان ولاحظت رواية بلي لا فهم جزئية شوي إبراهيم لا أستاذ ما يفهم فهم جزئية أنا ملاحظ في المواقع اللي أختارها ما تدخلي ملاحظ ملاحظة جزئية قليلة عني ملاحظ عني مين يعود واحد قريب جنرال وضابط كبير يخلق فضيحة والله شيء يقول لك تحفظوا على السمو بينما يعود مستضعف والله كوري والله من شيء هذا هذا مريف مواقع يعرفوا روسه بالتالي هذه انتقائية هذه متوازية ليس سليمة وتغرق بليان نعرف يقول لك تحفظوا على السمو أكبر أقرباء كبران اللي عنده أيوة خلاص شوف هذا اللي هو اللي كان يقول اللي قلته كان بيه لا بد من تعود فما فيها جهة شرق اليوم هدوء الله يطول عمرك شرق اليوم يقول لك ضابط ليش السمو أبو المعالي وخالق وزير كل أسبوع يسوق لي المواقع من أجبره وحالة مخدة وخالق الكلام ما ترى خالق إذا لا ذاك زمان هيد سنتيرو مخدة زي لاحظ لاحظ الرواية غياب جهة جهة إشكالها من الروايات اللي أنتم تجاوزات أنت أنا ما أعلم كان نقابة والله هبا والله أنت تجاوزات للنوع لأنه هذا ينقال اسمه ولا الآخر يغطى عليه والرواية الفلانية والرواية الفلانية من هي الجهة اللي تقول لك لا بد من تخلق صحيح الثانية لأن الأدواء أدواء توعية الناس على الوطن والوطني يحب الوطن ما شو تسمعها ما هم تموت هاي من دوركم الوطن والوطني يحب الناس ما عنده ارتباط في البلد أنا نبشت عند العرب هو لي تراثهم ما فيه الوطن أقول لكم ما في كلمة وطن عندكم ديار أنا دائما أكررها ديار وبني عبس إبراهيم أو حامل حما وتبقى عنها اليوم هذه ديار إبراهيم علق بها بك إني راح العنا الصبح إبراهيم ليه تسمح لي تحط طيب برنامج حول الموضوع إذا ممكن الوطن الوطنية من عدو خارجات أنتم تعرفوا ولن ما فيها الفئات اللي قلت كان شعب واحد 3 ملايين من هذ دخلهم قالوا من عدل الوطن دام الخيرات ويعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي وأنتم توحدوا مصطلحاتكم وعرفتوا أنكم جسد واحد مش ملايين هم ملايين مرقوا من خدد من الركس يعني وماسين عنهم اللي لا يتموا واحد من ذرويات ويسلكم من الهزات اللي خبزوا العالم دول أحرق منكم وأكبر وأكثر الناس ولها 2000 و3000 سنة راحت يعني في طرف عين يعني ثم هون 5 دقائق وتنتهوا تروح انتم ماشيين ذي اللي تهدين عليه ويعطيكم العافية والمشاهدين اسمحوا لنا يعني وصحابين مشاغبين عادة يعني وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى مع ناس أكثر رزانة وأكثر هدوءا يعني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.